صفر بهدف ساديو ماني اللي ضيع كمان ضربة جزاء في هذه المباراة. بالتالي كده السنغال هتقابل بنين في دور الثمانية، مواجهة برضو يعني بعد المفاجأة بتاعت امبارح دي محدش يتوقع اللي هيحصل. بالتالي رسالة مهمة جدا جدا وتحذيرية، رسالة تحذيرية ودرس قاسي جدا جدا. المنتخب المغربي لازم يتعلم منه المنتخب المصري قبل مباراة النهاردة أمام جنوب أفريقيا. مباراة البعض بيتخيلها مباراة سهلة، لكن هي في الواقع مباراة صعبة جدا. مباراة أكيد المنتخب الجنوب أفريقي طلع ثالث مجموعته وكلام من ده، زي بنين اللي طلع ثالث مجموعتهم ما كسبوش ولا ماتش، لكن كمان صعدوا الدور الثمانية. فالخوف كل الخوف ان احنا نستهتر بجنوب افريقيا، ولازم يكون في تركيز كبير جدا جدا من منتخبنا الوطني المصري، وباذن الله يسعدوا كل المصريين من خلال الفوز النهارده على جنوب افريقيا. بالتالي تاخد خطوه جديده في البطوله، توصل دور الثمانيه، وتركز بقى تشوف هتلاعب مين من المباراه اللي بتتلعب دلوقتي ما بين نيجيريا والكاميرون. اللي هيكسب فيهم اكيد هتبقى مباراه غايه في الصعوبه، وهتبقى اصعب مباراه للمنتخب ان شاء الله باذن الله. لما نتاهل من جنوب افريقيا هتبقى اصعب مباراه للمنتخب في البطوله من خلال المباريات اللي فاتت كلها على مدار بطولة الأمم الأفريقية. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. بالتالي خلينا نروح نشوف أخبار كان في الصحف إيه. يلا بينا.